اسمع مديحي وخذ يا مستمع عبرا والفراق من اهتوي بصدري الف عبرا صدر بعض الحجي من صاحبك عبرا وليحجي هذا الوكيت بالصدق يصبح عدو يا صاح اهل الردى شدوا علي وعدوا لكن يقول المثل اكسب ولف لا عدو لا تنسى يوم الحشر من تنصب عبري وحق الالف ثم اللام يا ابو المم يهول الوجاع يا ابا يا ابا يا ابا يهول الوجع بالدلال يا ابويا والمم يا ابو يقول الوجع بالدلال والماي لا شميت ريحتهم والطيا بالقلوب لجمات الاحباب جف ضعنا لحبه يا ابو يا ابو جف ضعنا لحبه وراح يا ابو ما رد يا ابو جف ضعنا لحبه وراح ما وبعدهم بالحشا وجلاي ما رأيت قضى امري لا يا ابو وفعل ما رد يا ابو قضى امري لا وفعل ما رأيت وتمسكنا بصبور بعد الغياب وسيلة وسيلة ريت ابكي بدمع عيني يا ابو يا ابو يا ابو ريت ابكي بدمع عيني وسيلة وبعدهم ما لي جاره وسيله ارجو ارجو من الصمد ربي ارجو من الصمد ربي يا ابو يا وسيله يا ابو ارجو من الصمد ربي وسيله يا يعيد احبابنا بعد الغياب الله عاشنا لسود اللي فانا نامس وابوها دلال لارسل سلام لديرة الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا لارسل سلام لديرة الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا لارسل سلامي وابعاثة للديرة للساكنين الديرة أهل الغيرة يلا يا ابو سعيد نظركم ديرة يا احمد الراوسك سوريا نرسل سلام لديرة الغربية للشيخ عيسى
والسدة وعزت نخ وصاح جبر الشدة كم دوب عز الدين هاي الصدة صار الغارب بالحرب والبدرية نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يقولوا لابو حمرة عجب يجفيني ماني مورد لكم يا عز الدين المحنة طالت والعاد يراميني خابر حاربتك كل وقت مجلية نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا لبنى رواية الفزع وانخجدودية للشيخ نامس ويا ابوها العودية عقبك يا عبد الله لبسنا السودي بل بيجينا بالحد بالبرية نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يقولوا لابو مقلد عجل الفانية من ارض الجزيرة والعابد ريحانية والشيخ ضيفة بالحرب سقماني ولا ابو مبارك ساكن سجاري يا نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا والاهل دير الزهر صاح الحادية انتم عنايا ومنظاري اجدادي احمد الاخضر وين يا ابن جوادي طلوا علينا ساعة الفجر يا نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا ترقب عيوني من بعيد الحضرة والقالب ذايب من حاصرت بصدرة يا الهاشمي علوان جود بنظرة صوحي ما سركم وهل داري نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا للخوا فزع بالنشام اجدادي يشبول الرفاع واحمد الصيادي ابن العبس راد المودد وينادي ويا ابو هاشم والفزع نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا ابو الهدى نظرك على اللي صاحي هم خاكم بالعاجل ينزاحي يا ابن احمد الصياد ضمد جراحي انتم اسياد وبالطلب فوري يا نرسل سلام لديرت الغربية للشيخ عيسى الساكن بسوريا يا بيكم يا ابو عبد الغفور انواعي المودد يا قطب البصير بساعي الشيخ عيسى كالاسد لو جاعي